مساء وطابت أوقاتكم في كل خير هنا في مدينة الصفاقية اليوم في هذا الحفل الافتتاح الجميل لهذه البطولة للفئات العمرية الراية الحاضر لأمامكم في الصورة أمام مواجهة العمية. نعم أحبتي الكرام بدون أدنى شك العلم العراقي يتصدر المشهد الافتتاحي لهذه البطولة الجميلة هنا في استاد ملعب الصفاقية التاريخية وفي هذه الليلة الافتتاحية لبطولة جميلة بطولة شهداء العراق. أحبتي الكرام نطلب من الحضور الذي يحضر خلف أسوار هذا الملعب وحتى الحضور داخل هذا الملعب الوقوف إجلالا واحتراما من أجل عزف النشيد الوطني العراقي. اليوم في هذه المباراة وهذه البطولة الافتتاحية الذي يشهدها هذا الملعب الكبير ملعب الصفاقية بإدارة جميلة لهذه البطولة بطولة شهداء العراق. أتحدث عن بالإضافة لمحمد سعدون الشقيقين الرائعين اللذان يحضران من أجل أن تظهر القمم الكروية بحلة جديدة إن شاء الله في استاد ملعب الصفاقية. تشكيلة الفريقين أحبتي الكرام على اليسار أتحدث عن فريق الراية اللون الوردي بقيادة الكبير همام علي هو المدرب من أجل أن يطمح بعيدا للوصول إلى النهائي في هذه البطولة. بحراسة المرمى اليوم هيثم محمد وكرار عميد برقم 11 13 علي بوشاق وحسن مكي برقم 7 و9 على يام و8 سين أحمد بالإضافة لجعفر عبد الحسين برقم 3 و8 أمير أحمد اللي يحضر أمامكم في الصورة. تشكيلة رائعة تحضر اليوم في هذه البطولة وفي هذه المباراة الافتتاحية أمام مواجهة أبنائي العمية بقيادة صلاح حسن. هذا صلاح وهذا المدرب وهذا الأمان ويأتي بالانتصار الأول في هذه الافتتاحية الرائعة وفي هذه البطولة بطولة شهداء العراق. اليوم هذه التشكيلة اللي حاضرة في حراسة المرمى مرتضى رسول ومرتضى مشتاق برقم 16 و15 محمد صالح ومحمد جاسم برقم 21 و13. تشكيلة الفريقين أحبتي الكرام التي تحضر في افتتاح هذه البطولة والتي تسعى جاهدا من أجل خطف المباراة والانتصار الأول في دور المجموعات. كذلك الطاقم التحكيمي الذي يقود هذه المباراة أتحدث عن الحكم الأول فاضل سعدون والحكم الثاني علي اللي يحضر أمامكم الملاقب بكتوريو. علي هو ابن البرق وابن البرق البار يبحث دائما من أجل أن يصل كرة القدم من أجل آخر. هو كذلك أتحدث عن فاضل سعدون هو الآخر يبحث دائما من أجل نجاح البطولات هنا في هذا الاستاد الكبير. لدينا مباراة ولدينا كرة ولدينا محاولة لصالح فريق الأخضر.